اربع سنبلات فقط لا غير. اين مركز الرحوز من القران الكريم؟ وكل سنبله فيها 50 حبه. أيوة. طب انا ممكن ازود ثلث الانتاج زياده، ازود زياده ثلث الانتاج بنفس الارض وبنفس المساحه وبنفس الاسمده ونفس الميه، ولكن اين مركز البحوث من ذلك؟ مركز البحوث دان من طين ودان من عجين. مركز البحوث النهارده مش شغال مع الفلاح، مركز البحوث النهارده عندي 18,000 باحث ودكتور موجودين في مركز البحوث قاعدين على المكاتب المكيفه. وانا ما عنديش النهارده مرشد زراعي، ليه ما ينزلوش على بديل المرشد الزراعي على الحياه الجمهوريه كل فيما يخصه لانتاج الحيوان، المحاصيل، الفاكهه، الخضر، كل ذلك المفروض ينزلوا ويساعدوا الفلاح. منها هو هيتعلم من الفلاح، ومنها يعلم الفلاح ويفيد الفلاح ويفيد الزراعه المصريه. نعم. 18,000 باحث قاعدين بياخدوا مرتبات ما بيفيدوش الدوله المصريه في شيء، وابحاثهم كلها مغلقه في الادراج. وطبعا النهارده بنقول ونطالب رئيس مجلس البحوث الزراعيه ان هو الناس دي تنزل تبقى بديل للمرشد الزراعي، اذا كنا فعلا بجد عاوزين ننهض بالزراعه المصريه ويكون عندنا محاصيل استراتيجيه زي القمح والذره. عندنا مشكله اخرى، هي مشكله ان انا بانتج 9 مليون طن اردب، 9 مليون طن قمح كل سنه، اللي الحكومه بتاخده منهم 3 مليون، من 2.5 ل 3 مليون. طيب ال 6 مليون بيروحوا فين؟ 6 مليون بيروحوا على في الماشيه بسبب عدم ان الحكومه المفروض تبقى في بديل للاعلاف، ومنها التين الشوك الاملس. أيوة. المفروض ينزرع في الصحراء، يعني المفروض نفكر خارج الصندوق، ينزرع في الصحراء وما ياخدش ميه، ينزل على ميه الامطار ونقدر نعمل له منه اعلاف.